أحمد علي صالح يعلن عن رؤية وطنية لانتشال الشعب واستعادة الجمهورية والوحدة ويناشد القوة الوطنية. أصدر أحمد علي صالح كلمة هنأ فيها قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في داخل الوطن وخارجه وأنصاره وحلفائه وجميع أبناء الشعب اليمني بالذكرى 42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. ونشرت وسائل إعلام مقربة من أحمد علي بياناً صادر عنه تحت وصف نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، تحدث فيه أن امتلاك رؤية لانتشال الشعب مما يعانيه والدور الفاعل من أجل استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام وبناء اليمن القوي في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية. ودعا أحمد علي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق ذلك وتقارب القوى الوطنية وتجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة فيما بينها من أجل توحيد صفوفها وتضافر جهودها للعمل معا من أجل الانحياز لصالح الشعب والوطن. وتطلع أحمد علي في بيانه أن يقوم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكل المؤسسات الدستورية والجهات المعنية إلى العمل من الداخل من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتلمس أحوال المواطنين عن كثب ومعالجة قضاياهم المعيشية الصعبة والتخفيف من معاناتهم وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية والخدمية والعمل من أجل اليمن أولاً وأخيراً. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.